صباح الخير، مساء الخير. بحس انه انا سعيد ان الاضاءة، ما بعرف اذا انتم سعيدين. وليد عم بيحكي لحد بالتليفون، سو حنطنشه. اوكي. هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين وانتم عم تشوفوني بفيديو اليوم. الساعة هلا 4 الفجر مو 8، 4، وانا عم صور لكم فيديو. ما بعرف شو بسموه هذا الشيء، بس انا بسميه اجتهاد وقدارة و جهد. قلت اجتهاد، جهد، المهم في فيديو اليوم حنشوف تيك توك نور سوا. ليش؟ كثير حبيت الفيديو اللي عملته عن انه ردت فعلي تيك توك اخير، فقلت اوكي خلاص خليني اعمل عن نور، لانه نور مو بتلبس البلطة وانا كثير عادلة، فاكيد حاعمل نور ووليد. وعم نصور فيديو الساعة 4 الصبح. بكرة تندم يا جميل. تعبت حال، وين الراحة يا يوم؟ رح حطلكم الفيديو اللي عملت فيه ردة فعلي على تيك توك اخير تحت صندوق الوصف. وهلا قبل ما نبلش بالفيديو، اذا ما انكم مشتركين بالقناه اشتركوا. وهالفتره عم ننزل فيديوهات كثيره، فانا شوي فخوره بحالي وكمان تعبانه، لانه هلا الساعه 4 الفجر وكثير نعسانه. بس مزوركم هذا الفيديو لانه عم حاول ننزل يوم لا. ليش؟ لانه نحن بفتره حجر منزلي وكلنا قاعدين بالبيت اجتهاد. اذا ما انكم مشتركين اشتركوا، لانه بعرف كثير منكم بتشوفوا فيديوهاتي بدون ما يشتركوا. اشتركوا بالقناه وخلينا عنجد هلا نبلش بالفيديو. دخلنا على تيك توك نور، انا ارى اشياء جميله. نور كثير حلوه ما شاء الله. نبلش باول فيديو، لما تعطس ب 2020. اوكي، لما تعطس ب 2019، لما تعطس ب 2020. والله عن جد ما حق، نفسيا تعبت من الكورونا. انا بخاف انه اعطس قدام اهلي، انه ما عم بمزح معكم، عن جد كثير بخاف انه اعطس قدام ماما. هذاك اليوم سوشي عطست، فامي قالت افتحوا شبابيك، افتحوا الابواب، حقموا. هاو كيوت. وي لحظه، هلا انا لاحظت نور لابسه بلوزتي. هاي البلوزه انا لسه ما لبستها. اوه انا تورطت انه عطيت نور صور بغرفتي، لانه لقيت تحتلت غرفتي احتلال كامل، انه اجت على غرفه الاضويه هون، الكاميرا هون، ثيابي مسروقه، مكياجي عم تستخدمه. نور ماذا عم يحصل؟ الفرق بين العرب والاجانب. عن جد الاجانب هيك بيرقصوا، انه والله بس هيك نحن بنهز وبنرقص وشك شك شك. صائح للوقاية من الكورونا، لبسوا كمامة بمكان تجمع، لبسوا كفوف بالامان، عم يتحقموا اليدين طول الوقت، عقموا نفوفوا. بمناسبة الكورونا يلي عم تحكي عنها نور، حابة لكم انه خليكم ببيوتكم، لا تطلعوا برا، البسوا كفوف كمان، ومثل ما قالت لكم نور عقموا وين ما تروحوا. واحسن لكم انه خليكم ببيوتكم، لانه عن جد لما تطلعوا لبرا بتقولوا اوكي حتى ما بيهمني اذا صار فيني هذا المرض. مو بس انتم يلي حتتأثروا بسبب هذا المرض، لانه اهلكم احتمال يصير فيهم هذا المرض. اذا انت صرت فيه، جدك، اهلك، خالك، ما بتعرف مين حيصير هذا فيه المرض اذا انت صار فيك. لهيك خليك بامان، خليك ببيتك ولا تطلع برا البيت، وخذ الموضوع بجديه. لا يسيبك الهلع، بس خذ الموضوع بجديه وخليك بامان. اوكي، المشكلة انه نحن البنات ما بنجامل بعض كتير. انا لما بتشوف بنت عم تعطيك هيك مجاملة جاية من قلبها بتحس بالفرح. اوكي، يمكن انا شكلي عن جد حلو اليوم. سكر الغنية طلعت من انف انفي، يعني انفي لو كان عنده انف كان طلعت من انفي. اوكي، لانه الغنية كتير حلوة، لا تفهموني غلط، كتير حلوة، بس تعبت منها نفسيا. غاني تبع حسن شاكوش، هيك اسمه حسن شاكوش، طق طق طق. شو النظرات؟ وتجيني بعد هذا الفيديو علي قرر انه مستحيل يصور فيديو تاني مع نور مشان اقول وتجيني. لا كذابة، كيف بتكرهي 24 ساعة بتسمعني بالسيارة نور؟
عادي هنيك. بس كذابة من امتى وانت بتكهي؟ بصي بقى، لو حد زود معاكي بالكلام هيك بيفرش على بابور الجيم. ليكو 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 وش وليد، ليكو وش وليد وليد. وليد منصدم. حبيت أضافري؟ بحبك نورة. يعني شلون نحكي نضل بالعيون؟ ترى والله قلوب الكون أولي منك لساني. نسيت الأغنية أصلا. أحلى شيء إنه نور عم بتغني وماما ما بعرف على شو عم تصرخ بالغلفية. بتذكر مرة عملت دوت مع نور على هاي الغنية. بتعرف انه البنت بتحبك تلعب بشك انا كتير وهي حقك كمان ضحكتها بتكون كتير كيوت ومستحيل تحطعينا بعينك وبتغار بتغار لما بتغار معناه انت بتحبك بتحبك هلا 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 من اخر انسان قلناها. لا على هذا الحلوة كتير كتير كيوت. اوكي نور ما عندها كتير فيديوهات على تيك توك مثل وليد، بس فيديوهاتها كمان كتير كتير حلوة. كتير بحب فيديوهات نور. و بليز رجعيلي ثيابي وحاشت بسيون. اوكي رجعيلي ثيابي والبلوزة اللي كنتي لابسيتها ذاك اليوم ما بعرف وينها، بس رجعيلي اياها. انتي بعرف انه انتي بالغرفة الثانية، بس رجعيلي اياها. اوكي هذا كان الفيديو اليوم. ما بعرف اذا كان قصير او طويل. انه صار لي شي نص ساعة عم صور، بس ما بعرف قديش حتكون مدة الفيديو بعد الاعداد. قولوا لي شو اعملكم، شو حابين تشوفوا بالفيديو الجاي، وخليكم بامان، اغسلوا ايديكم، لا تطلعوا برا البيت، وبحبكم كتير كتير كتير، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.